السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا الكرام، معاكم محمد هنداوي وانت بتتفرج على زيتونة زراعية. في البداية عايزين نعرف هو ايه التسمخ، هل التسمخ ده مرض ولا عرض؟ التسمخ ده عبارة عن رد فعل للنبات. التسمخ يعني الاشكال اللي احنا بنشوفها او المادة السمغية اللي بتخرج من اللحاء، من لحاء النبات. المادة ديت احنا بتبقى عبارة عن مواد سكرية بتخرج، او اكن النبات بيحصل له بليدنج او بيحصل له نزيف، فده التسمخ ده اكن النبات بينزف او النبات بيدافع عن نفسه من الاجهاد او من الامراض. التسمخ ده احبابنا الكرام هو عرض او رد فعل للنبات نتيجة اجهاد او مسببات مرضية معينة. قد تكون مسببات مرضية بكتيرية سببها بكتيريا، او فطرية سببها فطر، او حشرية سببها بعض الحشرات. قد تكون الإصابة بسبب فطريات، وده بيحصل في الموالح زي فطر الفيتوفسرا، وفطر الفيتوفسرا ده كمان هو نوع وأجناس، وفي أنواع كتير، في أنواع منها بتصيب عوائل مختلفة، وفي فطر الفيتوفسرا سيتروفسرا ده هو اللي بيصيب الموالح، وممكن يكون السبب بكتيري لأن زي ما حصل في التفاحيات، زي في التفاح والكمثرى جات اللفحة النارية وبرضه كانت بتفرز عصارة أو بتفرز إفرازات سمغية، ده أنهت على مساحات كتيرة جدا من الكمثرى. يعني لو تلاحظوا ما فيش مزارع كمثرى بسبب اللفحة النارية اللي قضت على مساحات كبيرة جدا برضه بنفس المشكلة ديت. دي مشكلة كبيرة أصلا محتاجة يعني أبحاث، محتاجة الدولة تتدخل فيها، لأن ممكن تبيد جميع الأراضي الموجودة من الأراضي الموالح. للي ما يعرفش مشكلة التسمغ، احنا بنعاني عندنا في مصر من في السنوات الأخيرة بمرض التسمغ. هو مش مرض، هو عرض وهنتكلم عنه. أباد مساحات كتيرة جدا في الإسماعيلية وفي البحيرة في مديرية التحرير وفي الفيوم، أنهى على مساحات كبيرة، وده ثروة قومية للبلد. انت لما تزرع شجرة تقعد تخدم في شجرة 4-5 سنين عشان تاخد منها محصول، وفي الآخر تيجي فجأة الشجر ده يموت. فدي مشكلة كبيرة لازم لها من حل، ولازم لها من تضافر جهود الدولة ومن تضافر معاهد البحوث. أنا النهاردة مش جاي أقول لك حلول وأقول لك لأ، أنا هجيب لك حل هينهي كل التسمغ وهيحل المشكلة الجذرية. دي مشكلة أصلا قائمة في دول كتير، المشكلة ديت في فرنسا وفي إيطاليا وفي كاليفورنيا، أبادت مساحات كتير مشكلة التسمغ من أكتر من قرن. دي مشكلة قديمة مش مشكلة من النهاردة. أنا النهاردة مش جايب لك حل وأقول لك أنا جايب لك حل سحري، أنا النهاردة جاي أنقل لك خبرتي العملية وخبرتي العلمية، بحكم أن أنا عندي مزرعتي، وبحكم أن أنا نشأت في أرض موالح، وبحكم أن أنا مريت بالمشاكل دي بنفسي، وبحكم أن أنا بحتك بشغلي كمهندس زراعي وبنزل المزارع وبحتك بالمزارعين، وفيهم ناس جربت حاجات معينة وفي حاجات نجحت وفي حاجات ما نجحتش. فأنا جاي لكم النهاردة أقول لكم بعض الحلول اللي هنقلل بيها أو من خلالها أو من خلال بعضها هنقلل الإصابة بالأعفان أو هنقلل الإصابة بالتسمغ وهنقلل الإصابة بالموت الراجع للنبات. فخليكم معنا إن شاء الله وتابعونا لآخر الحلقة. معظم الدراسات ومعظم كتب أمراض النبات بتقول إن تسمغ الموالح بيكون بسبب فطر الفيتوفسرا زي ما قلت لحضراتكم. فطر الفيتوفسرا ده بيعيش في بيئة رطبة، يعني بيحب الجو البارد. إذن عندنا هنا بعض الحاجات اللي لازم نوضحها. في كده عائل اللي هو الأشجار أو الموالح، وفي متطفل اللي هو الفطر، وفي ظروف بيئية مناسبة لي يعني إن النبات إن الطفيل ده أو هو الفطر ده يقدر يعيش في بيئة معينة. فلو توفرت هذه الظروف المناخية أو الظروف البيئية أو الظروف الملائمة أيا كانت، هيبدأ المتطفل ده أو الفطر ده أو البكتيريا ده أو الفيروس ده يبدأ ينشط ويبدأ يضر النبات. فاحنا عايزين نعرف فطر الفيتوفسرا اللي هو المتخصص في الموالح زي ما احنا قلنا، ده بيعيش في البيئة الرطبة، ولذلك بنلاقي بينشط في الأجواء الباردة. دايما بتلاقي المشاكل بتحصل في بداية فصل الشتاء، وخصوصا بعد تساقط الأمطار. طيب يبقى احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ يبقى انا لازم افهم طبيعة المرض وطبيعة الفطر عشان اقدر اعالجه. فطبيعته دلوقتي هو بيعيش في بيئة رطبة. اذا من الحلول اللي احنا هنقدر نقولها
او يعني ان احنا نقدر نقلل من الاصابه ديت او نقلل من الاصابه بالفطر ده او وجوده في الارض. لان خلي بالكم برضو معلومه انا كنت قراتها، الفطر ده ما يعني بيكون بشكل موجود في التربه، يعني كانه حاجه كرونيك، حاجه مزمنه، ما لو نزل مكان ما بيطلعش منه. لكن احنا نقدر نقلل الاصابه او نقلل الضرر الواقع منه. النقطه الثانيه احبابنا الكرام ان احنا نحاول نزرع اصناف مقاومه. احنا قلنا الفطريات دي متطفله، فالاصناف المقاومه بتكون على اصول مقاومه، لان الليمون بالذات اللي بيزرع على بذره طبعا هو اكتر الاصناف اصابه، لان هو صنف غير مقاوم. فبنبدا نشتغل على اصول مقاومه زي اصل النارنج، اللي هو اللارنج اللي الناس بتقول عليه اللارنج. اصل النارنج ده يا احبابنا الكرام هو صنف مقاوم وقوي، فبيبقى صعب على الفطريات ان هي تخترق الجذور بتاعته وتبدا تاذي الجذر او تبدا تتحرك في الشجره باكملها. فده تاني شيء ان احنا نبدا نزرع اصناف مقاومه محاوله مننا لتقليل الاصابه. برضو هنقول إن مش هنقول ان ده يعني ده حل جذري وده لو زرعنا اصل مقاوم خلاص الموضوع انتهى. ده الموضوع ليه حيثيات كتير وليه مسببات كتير على فكره، مش يعني قد يكون في مسببات احنا لسه ما وصلنا لهاش. مش لازم يكون فطر فيتفسر لوحده، اكيد في فطريات تانية. لان الفطريات احبابنا الكرام برضو يعني معلومة كده على السريع، في فطريات بتعيش في التربة وفي فطريات بتعيش في داخل النبات، بتسمى فطريات الزبول الوعائي، بتعيش جوه الاوعية بتاعت النبات زي فطر الفيوزاريوم والفرتسيليوم. الفطريات ديت فطريات زبول وعائي ممكن تسد اللحاق، يعني تسد القنوات اللي هي بيسري فيها العصارة النباتية، عبارة عن أنابيب، والأنابيب دي دقيقة جدا بتسري فيها العصارة عن طريق الخاصية الشعرية وخواص أخرى للنبات. لكن الشاهد أن ممكن الفطريات دي بتعمل انسداد للقنوات اللي بيمشي فيها المحلول أو المحلول الغذائي للنبات، فبيبدأ ينسد أكنك جبت فيه خرطوم ماشي وانت قفلته، فبتبدأ تقفل الغذاء على الفرع ده أو على الشجرة ده أو على الجذع ده، فبيبدأ النبات يموت. وده اللي احنا بنشوفه، الموت المفاجئ للنباتات، بتلاقي النبات نشف مرة واحدة. النصيحة الثالثة اللي ممكن أقدمها لحضراتكم واللي أنا يعني عن تجربة لقيتها، استخدام الكبريت الزراعي وخاصة كبريت كفر الزيات. الكبريت ده على فكرة هو يعني فيه مفعول السحر. الكبريت سواء كان كبريت مايكروني أو كبريت زراعي، الكبريت ده يعني مبيد، بيستخدم كعنصر غذائي للنبات وبيستخدم كعنصر وقائي في كثير من الأمراض الفطرية اللي ممكن تصيب النباتات. فأنا بنصح بإضافة الكبريت الزراعي أثناء الخدمة وإضافته بكميات كبيرة. يعني أنا ممكن أضيف شكارة كبريت في مثلا مربع من الشجر 6 في 6، يعني أنا أحاول أكتر الكبريت الزراعي في المكان اللي ما انا شاكك فيه يكون فيه اصابه. يعني لو عندي اصابه في مكان ما احاول احوط المكان ده بكميه من الكبريت، ابدر فيه كميه كبريت واقلبها في التربه. وده انا يعني عن تجربه انا بنفسي عملتها، بدات يحصل يعني ايه ان انا احد الاصابه شويه بوجود بعمل الكبريت الزراعي، وخاصه كبريت كفر الزيات، لان ده كبريت اصلا هو اسمه كبريت تعفير. وكبريت انا لا اثق الا في كبريت كفر الزيات، كبريت محترم وفعلا عن تجربه بيدي نتيجه ممتازه. النصيحه اللي بعد كده احبابنا الكرام هو الاهتمام بالمركبات النحاسيه. المركبات النحاسيه برضو قويه جدا جدا جدا. المركبات النحاسيه تعمل بالملامسه، سواء كانت كبريتات النحاس ممكن اضافتها مع الجير الحي بشكل عجينه البوردو، ودي مهمه برضو في بعد التقليم، وممكن تعملها مرتين في السنه، مره في الربيع ومره في دخول الشتاء، دي مهمه جدا برضو كوقايه. عجينه البوردو هي عباره عن سريعا كده هي 1:2 عشان ما تتلخبطش، 1:2 واحد كبريتات نحاس يعني كيلو كبريتات نحاس، 2 كيلو جير حي، 10 لتر ماء، وبتبدا تعمل محلول. وما تنساش ان انت تضيف يعني تحط الكبريتات الاول وبعد كده تضيف عليها الجير الحي عشان ما تترسبش. او ممكن برضو رش بهيدروكسيد النحاس، ممتاز جدا، ولو هيدروكسيد نحاس سائل
في صورة سائلة بيكون ممتاز جدا في يعني ان هو لو عندك حتى سبغ ممكن ينشفه، او اوكسكلور النحاس او جلوكونات النحاس دي يعني برضو امنة ممكن ترشها في اي وقت ما فيش منها اي ضرر. يعني الاهتمام بالمركبات النحاسية ونصيحة يعني انا لقيتها عن تجربة، اضافة كبريتات النحاس والكبريت الزراعي ومادة الكربندزيم بمعدل ممكن تحط 3 كيلو كبريتات نحاس مع 2 كيلو كبريت مايكروني، كبريت مايكروني أو ومعاهم كمان حوالي نص كيلو أو 3-4 أكياس كربندازيم وتسحبهم في السمادة عندك. ممكن ده شيء رخيص مش هيكلفك كتير، تسحبهم 3 مرات في السنة أو 4 مرات مش هيضر، مرة في نموات الربيع في فصل الربيع، ومرة قبل التأليم أو قبل التصويم، ومرة بعد التفطير، وممكن تضيفهم مرة في بداية الشتاء. الموضوع ده أنا جربته بنفسي وثبت معايا نتيجة ممتازة، لكن أنا بقول أنا جربته ممكن يعمل معايا فايدة ممكن ما يعملش مع حضرتك فايدة. أنا بقول اللي عندي حضرتك عايز تاخد بيه أهلا وسهلا، مش عاوز تاخد بيه برضو على راسي من فوق. أنا بقول نصيحة أنا جربتها وعملت معايا نتيجة. والنصيحة اللي بعد كده هو استخدام ماء الأكسجين. أنا عن نفسي ما استخدمتوش، لكن أنا بنقل خبرات ناس وتجارب ناس آخرين. الناس دي استخدمته سحبا في السمادة أو في مع ماء الري، وناس كتير جات سألت عنه وقالت لي ده هو بيدي نتيجة كويسة. وفعلا بالفعل هو أصلا تم استخدام ماء الأكسجين اللي هو H2O2 اللي هو فوق أكسيد الهيدروجين في الأمور الزراعية مؤخرا. يعني هو أصلا مركب كيميائي بيستخدم في الصناعات وفي بعض الأمور الطبية، أو أصلا مش منتج عشان يستخدم في الزراعة، لكن بدأ تجربته وناس بدأت تجربه في زراعيا وبدأ يحصل ليه نتيجة ان هو عبارة عن يعني مادة مطهرة، مادة كاوية، لكن عيبها طبعا من وجهة نظر انها بتقضي على جميع الكائنات الموجودة في التربة سواء كانت مفيدة او ضارة، فده طبعا عيب انا شايفه من مية الاكسجين. والاضرار بتاعته احنا لسه ما نعرفش اضراره ايه، لان هو لسه تجارب دي كلها لسه حديثة، محدش عارف النتائج او مضاعفاته او اضراره بعد كده ايه. لكن انا بنصح لو انت هتستخدم ماء اكسجين ممكن تستخدمه زي الناس ما استخدمته 2 او 3 كيلو للفدان، وتبدأ بعديها ب 15 يوم تبدأ تضيف كائنات حية نافعة، كائنات حية نافعة بدل الكائنات اللي هي ايه ماتت في التربة. وده طبعا موجودة في معهد البحوث الزراعية وزارة الزراعة، بتضمن بتعمل كائنات دي حية نافعة وبتتباع سعرها مش غالي ولا حاجة. في حاجة اسمها معهد البحوث الزراعية، في حاجة اسمها EM1، ده جيركن كده ممكن تجيبه وتسحبه برضو بعد مية الأكسجين. النصيحة اللي بعد كده احبابنا الكرام هو استخدام المركبات الفطرية بشكل مستمر سواء كانت بالملامسة أو المركبات أو المبيدات الجهازية. احنا طبعا بنقول ان الفطر المسؤول عن مشكلة التسمم هو فطر الفيتوفسرا، لكن انا شايف ان في مسببات مرضية تانية، في عوامل مناخية تغيير المناخ، في عوامل اصلا يعني مسببات ممكن تكون مش فطرية بس لوحدها، في مسببات تانية معها، في يكون فطريات موجودة احنا مش عارفينها جديدة. مثلا احنا زي ما احنا شايفين بيحصل كل يوم تطورات، احنا حتى في الصحة البشرية بيحصل فيه امراض كتير كل يوم، بيحصل فيروسات، وعلى سبيل المثال فيروس كورونا اللي انتشر محدش عارف له علاج، لكن النهاردة قد يكون في مسببات مرضية تانية احنا ما احناش عارفينها. طيب اللي بايدينا نعمله ايه؟ ان احنا نبدأ نكافح ونبدأ نحاول نعمل وقاية بجميع المركبات او المواد الفطرية. يعني السوق فيه مركبات فطرية كتير وفي مواد فطرية كتير، نحاول ان انا ابدأ اعمل يعني زي جدول كده كل شهر او كل شهرين على حسب يعني مقدرتك، ان انت تسحب كل شهر مثلا مركب فطري معين. النهاردة انا استخدمت مركب بالملامسة، بكرة استخدم مركب جهازي، لان المركب الملامسة ده ممكن بيقضي على الفطريات الموجودة في التربة، والمركب الجهازي بيقضي على الفطريات الموجودة زي ما قلنا الزبول الوعائي في جوه ايه النبات او جوه الاوعية بتاعة النبات او جوه الشجرة نفسها. فانا حاول انوع وابدأ ان انا اسأل اعرف ايه هي المركبات الفطرية الجهازية،
وهي المركبات الفطرية اللي بالملامسة، وأبدأ أعمل تشكيلة، أبدأ أعمل عندي جدول. أنا النهاردة أو الشهر ده أنا سمدت المركب الفلاني، يبقى خلاص أنا الشهر الجاي هسمد المركب الفلاني. المواد الفطرية كتيرة جدا موجودة، مركبات كلها محترمة. أنا مش بذكر أسماء شركات عندك، لكن بذكر أسماء مواد. سيفونات المصايل مادة ممتازة جدا، الكربندازيم مادة ممتازة، السيرم، الأزوكسي استروبين، المانكوزيب ممتاز جدا، الفوستيل الألمونيوم مادة محترمة، ويعني أنا بوصي بها لازم تترش على الأقل مرة أو مرتين في السنة. المواد النحاسية زي ما احنا قلنا، المركبات النحاسية ممتازة جدا، هيدروكسيد النحاس، أكسوكلور النحاس، جلوكونات النحاس، دي كلها مواد فطرية ممكن تستخدمها بشكل مستمر وبشكل دوري، بحيث ان لما يجي وقت الشتاء ودخول الشتاء او وقت الإصابة او وقت ان الفطر بينشط فيه، بكون حاولت بقدر الامكان اقلل، يعني اللي هو اقلل ان وجوده عندي بسبب المكافحة اللي انا شغال بيها بشكل مستمر. النصيحة اللي بعد كده احبابنا الكرام، ان الفطريات ديت هي بتتطفل على النبات وبتبدأ تدخله من اضعف نقطة فيه وهي الجذور. فلو انت عندك نيماتودة بتعمل مشاكل في الارض، بلازم تعالج النيماتودة. لو انت بدأت تحاول عاوز تعزق الارض، فابعد عن ان انت تعزق عزيق حاد وعزيق قوي وتقرب من الفلاتر ويعني الجذور اللي هي الكبيرة. وده حصل، يعني انا شفته في مزارع ان كان في فترة من الفترات بدأت العزقات اليدوية تبدأ تخش تحت الشجرة وتبدأ تقطع فلاتر كبيرة، ومش هقول شعيرات، لا ده تقطع جذور النبات، ويقولك لا ده انا بجدد الجذور او بجدد جذر الشجرة. طبعا ده كان شيء، او انا شايف ان ده قد يكون سبب من اسباب اختراق او ضعف الجذور، فبتبدأ الفطر او البكتيريا الضارة تبدأ تخترق جذور النبات وتبدأ تدخل من هذه الأماكن، لأن هو بيكون مكان زي أكنه مجروح، مكان متعور. أنت لما بتتعور بيبدأ البكتيريا أو الميكروبات تبدأ تخش لك من مكان الجرح، بيكون أضعف مكان ويبدأ يحصل فيه إنفكشن أو عدوى. فده بيكون سبب، أنا شايف إن ده سبب من ضمن الأسباب اللي نحاول إحنا برضو نتجنبها. لو أنا بدأت إن أنا عايز أعزق الأرض بتاعتي، يبقى أنا ما أعزقهاش عزيق حاد أو عزيق قوي، أنا أبدأ أحاول أعزق من بعيد، أكون بعيد عن الجذور الأساسية. لو حاولت إن أنا اقتربت من الشعيرات الجذرية الخفيفة، يعني أحاول بقدر الإمكان إن أنا أكون بعيد عنها عشان ما أذيهاش. وفي النهاية أحبابنا الكرام، أنا يعني حاولت إن أنا أوصل لحضراتكم بعض النصائح عن طريق نقل خبرتي وخبرة الآخرين لحضراتكم، لكن رأيي ده قد يكون صواب وقد يكون خطأ، قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ. الأمور كلها أمور نوعية، الأمور كلها ما هوش قرآن، احنا كلنا بنجتهد، قد نصيب وقد نخطئ، وحضرتك ليك حرية الاختيار، تاخد اللي تاخده وترجع اللي ترجعه أو تنكر اللي تنكره حضرتك. أنا ما بلزمش رأيي لحد، أنا بقول رأيي ابتغاء مرضات الله عز وجل، يمكن حد يعني ينتفع من وراها، من وراء ياخد معلومة ينتفع بيها، يدعي لي دعوة بظهر الغيب، وده اللي احنا بنتمناه. ولو كنت حضرتك شايف ان الفيديو ده فيه معلومات ممكن تفيد الآخرين، ما تبخلش عليه بغيرك، ويعني نتمنى دعوة بظهر الغيب. وفي النهاية شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.